بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. هنشرح النهاردة إن شاء الله إزاي نعمل التابس اللي بتعمل بالجي كويري بطريقة سهلة وبسيطة بإذن الله، وإن شاء الله هوضحها لكم بالتفصيل. أول حاجة هنكتب المارك أب الخاص بالـ HTML اللي إحنا هنعمل بيها التاب. هنحتاج إن إحنا يكون عندنا UL ولي ليست، يكون فيها اللي هي الليست أيتم مثلا اللي هتدوس عليها عشان تغير المحتوى الخاص بالتاب. هنحتاج حسب العدد، هنا في الدرس هعمل 4، انا 4 ليست، وتحت 4 ديف هيكون فيهم اللي هو المحتوى اللي هنبدل بينه وبين المحتوى التاني. اول حاجة هعمل اليو ال اولا، انا مثلا هنا في المثال هعمل 4 بالشكل ده. اول واحد فيهم مثلا هسميه هوم سيرفيس مثلا about contact مثلا، واليو يو ال دي هديها اي دي هسميه ماي تابس مثلا. تحت اليو ال هعمل 4 ديفات، كل ديف فيهم هيكون فيه اللي هي المحتوى، مثلا الاول الخاص بالهوم، محتوى السيرفيس، محتوى الاباوت، محتوى الكونتاكت، وهكذا. طيب هنكرر ده، نعمل له اي دي يساوي هنسميه مثلا tab 1 content او tab 1 dash content. ده المحتوى الاول بتاعي، هكتب عليه home content مثلا. الديف ده احتاج ان هو يكون في منه 4، علشان كل واحد فيهم هيكون محتوى مثلا بالشكل ده. عندي 4 ديف، tab 1 content، tab 2 content، tab 3 content، و tab 4 content. طيب بعدين هاجي هنا هعمل id للليست نفسه سميه tab 1 بس. تحت هنا ال id بتاعي تاني هيكون tab 2، والتالت طبعا tab 3، والرابع هيكون tab 4. كده 2 3 4، ده الشكل العادي المارك اب الخاص بتاعي الموجود في صفحة التاب. طبعا كده التاب في نص الصفحة، هنشوف شكله الأول قبل ما نعمل أي حاجة. ده شكل التاب، لسه طبعا ما عملناش فيه أي شيء، لسه ما بانش المحتوى اللي احنا عايزين نعمله شكله ايه. طيب أول حاجة هحط كونتينر مثلا هسميه ماي كونتينرز. ده بس مجرد كونتينر تنسيق بس، بحيث ان انا اخلي التاب بتاعي في نص الشاشة، ملوش أي علاقة بالدرس يعني، عادي تقدر إن أنت تخلي التاب في أي مكان يعجبك. بعدين هبدأ أدخل على CSS. لحد دلوقتي أنا كتبت المارك أب الخاص بالـ HTML وهدخل على CSS. طيب قبل ما أدخل طبعا على الـ CSS، عايز أوضح للناس الـ ID اللي إحنا كاتبينها دي كلها، علشان أخلي كل الليست من دول مرتبطة بالديف الخاص بيها هنا، فلازم يكون في ID هنا ولازم يكون في ID هنا. الـ ID هنا تعريفي عشان كل شيء يرتبط بالتاني، بدون ID مش هتعرف تعمل الكلام ده. طيب ندخل على CSS عشان نبدأ نشوف الفكرة بتاعتنا عاملة ازاي. اول حاجة هعملها طبعا اللي هو my container. my container ده هيكون بس عبارة عن div يمسك لي المحتوى في نص الشاشة، هديله margin مثلا 20 bx auto او حسب ما تشوفه مفيش مشكلة، وهديله width مثلا 800 بكسل، بس مجرد ان هو يكون جوه الشاشة مش اكتر. تعالوا نشوف الشكل. تمام، هو هنا جوه الشاشة اهو، حتى ممكن نزود المارجن شوية 50 مثلا، وبعدين نبدأ ننزل تحت نكمل. عندي انا بعد ماي كونتينر عندي اليو ال دي. طيب نبدأ نعمل ريسيت لليو ال، هقول له يو ال مثلا ليست ستايل نون. تابعوا معايا واحدة واحدة، شلت الليست، بعدين بادنج زيرو، مفيش بادنج، وبرضو عشان اصفر المارجن صفر برضو. ده عبارة عن ريسيت عادي جدا بالشكل ده. عملت ريسيت خلاص، الليست بقت كلها جاهزة ان انا اشتغل عليها، وهبدأ ادخل على اللي نفسها. اللي هنا اللي هي الليست ايتم اللي هي دول الهوم دول، هبدأ انا عايز اعمل فيهم شوية شغل. اول حاجة هعمل لها ديسبلاي ان لاين بلوك، ان لاين بلوك او فلوت، الاتنين واحد هنا في المثال بتاعنا مش هتفرق كتير. بادنج 10 بكسل، باك جراوند شباك 3 ايد كده، اللون والبادنج، وممكن اقول له تكست الاين سنتر
عشان طالت الكلام. تعال نشوف الشكل. تمام كويس، عندي أربعة أنا وهم زي ما انتم شايفين زوم كويسين فيهم الفكرة. وبعدين هقول له كارزر عشان الماوس مؤشر الماوس لما يروح عليهم يكون بوينتر بالشكل ده. تمام جدا كده انا عملت اللي هو الليست العاديه اللي هي التاب العاديه خالص اللي هي ما فيهاش اي شغل. هدخل بقى على التاب اللي هي هيكون لونها مختلف. انا عامل اليو ال دي اللي دي لونها اي اي اللي هو اللون الاساسي اللي هيكون اكتف. عندي بقى لون ان اكتف فهقول له يو ال لي دوت ان اكتف اللي هو اللي فيها كلاس اسمه ان اكتف. هديها بس باك جراوند شباك 3 سي هيكون ليها لون مختلف تماما بحيث ان انا اميز واحده فيهم والباقيين يكون لونهم عادي مختلف. طيب الان اكتف دي اللي هو الكلاس ده هحطه انا للليست ايتم الثلاثه. الكلام ده انا ممكن اعمله بالجي كويري لكن انا افضل ان الناس يعني ايه تعمل الكود كله من اتش تي ام ال هنا عشان كود الجي كويري يكون مبسط وما يتعبهمش. الثلاثه دول فيهم زي ما انتم شايفين كلاس اسمه ان اكتف. انا ممكن بالجي كويري اقول له الليست اللي هي النوت فيرست اللي مش الاول تحط لها الكلاس ده، بس هنا ابسط شويه عشان الناس تركز في الدرس نفسه. عندي دول بقوا عاديين ودي اللي هي الفعاله. الفعاله دي اللي هخلي نفس الديف هو نفس لونها. طيب خلصنا احنا دي، ندخل على الديف نفسه. ماي كونتينر ده هاجي هنا واقول له ديف. الديف اللي جوه ماي كونتينر هديله باك جراوند شباك 3 اي بحيث يكون نفس اللون اللي هو الخاص باللي الاكتف. والبادنج 10 بيكسل لحد دلوقتي الشكل نشوفه. لحد دلوقتي الشكل واضح، في مشكله ان شاء الله ما يكونش في مشكله. الشكل واضح هو دي الاكتف ودول اللي مش اكتف. تمام طبعا الدرس هنا يخص كيفيه عمل التاب بعيدا عن التنسيق كويس او مش كويس، دي مش مشكلتنا. لكن زي ما انتم شايفين عندي انا الاربعه ديف ظاهرين اهم، بس انا عايز كل ديف يعني انا عايز ديف واحد بس يكون ظاهر طبعا في نفس اللحظه. طيب هنا هوم كونتنت، تاني واحدة عندنا اللي هي السيرفيس كونتنت، وتالت واحدة اباوت كونتنت، ورابع واحدة كونتاكت كونتنت. كده عندي اربع ديفات اهم وهتلاقيهم ظاهرين تحت بعض. تمام طيب ندي للديف ده مينيمم هايت، هقول له مينيمم هايت 300 بيكسل مثلا، هعمل ريلود. هتلاقوا التلات ديفات بقوا تحت بعض اهم مظبوطين. انا دلوقتي عايز واحد منهم بس اللي هو اللي يظهر والباقي كله نخفي. طيب ازاي الباقي كله نخفيه؟ هاجي هنا ماي كونتينر ديف، ركزوا معايا في السلكتور ده، هقول له نقطتين نوت. نوت ايه؟ نقطتين وهقول له فيرست داش اوف داش تايب. الناس اللي درست السي اس اس عارفين يعني ايه نوت فيرست اوف تايب، يعني ليس الاول من نوعه. يعني انا عندي اربع ديفات هنا هو نوت فيرست، نوت فيرست اللي هما التلاتة دول. نوت فيرست اوف تايب يعني ليس اول نوع من انواع الديف هنا، يعني انا عندي ديف في اللي هي الماي كونتينر ده جواه اربع ديفات، اول واحد فيهم اهو انا بقول له نوت فيرست اللي هو ده. مش هينفع اقول له نوت فيرست تشايلد، ليه؟ لان في تشايلد تاني هنا. تشايلد تنفع لو دول مش موجودين، بس دول دلوقتي موجودين. طبعا انا مش هدوس قوي في الشرح ده لاني شرحته في كورس السي اس اس. تمام طيب نوت فيرست اوف تايب يعني بقول له الثلاثه دول بحددهم انا دلوقتي، هقول له ديسبلاي نال. طيب تعال نشوف ريلود اتمسحوا كده، اصبح عندي بس اول واحد اللي موجود. برده ممكن بالجي كويري نفس السيلكتور ده اقول له نوت فيرست اوف تايب برده بالجي كويري واخفيه، لكن مفيش مشكله. يهمنا هنا ان احنا لحد دلوقتي عملنا الفكره بدون ما ندخل في الجي كويري عشان نخلي الجي كويري بسيطه شويه عشان تكون صعبه على الناس. طيب لحد دلوقتي تمام عملنا الشكل اللي احنا محتاجينه، فاضل بقى نبدا ندخل على الجي كويري، نفتح ملف البلاجن بتاعنا ونبدا نكتب اللي احنا عايزينه. طيب اول سيلكتور هشتغل عليه هو الماي تابس ده، الماي تابس اللي جواه. طيب نعمل سيلكتور جي كويري دبل كوتس اقول له ماي تابس شباك ماي تابس اللي جوه الماي تابس، هقول له دوت كليك. تمام فانكشن دوت كليك فانكشن دي يعني انا قلت له لما ادوس عليها يحصل ايه؟ لما ادوس عليها انا كليك فانكشن اهي اللي هي اللي هي دي
هيحصل ايفنت لما ادوس عليها. نبدأ نشوف الايفنت دي ايه هي، هيحصل اكشن بعد الايفنت دي ما يتداس عليها. احنا عايزين لما ندوس على لي من دول تخفي جميع الديفات التانية وتجيب الديف اللي هو خاص بيها، وفي نفس الوقت تكون هي اكتف والباقيين اللي الباقيين ياخدوا اللون العادي. طيب تعالوا نشوف الكلام ده هنعمله ازاي. اول حاجة كل حاجة في التاب هنا معتمدة على الاي دي، يبقى احنا هنكيش الاي دي هسميه var my id. my id ده هيكون الاي دي الخاصة باللي اللي انا هدوس عليها. my id بيساوي ايه؟ بيساوي this هنا اللي هي مين؟ اللي هي اللي انا هدوس عليها dot attribute اللي هو الاتريبيوت الخاص بيها اللي هو الاي دي. يبقى انا قلت له this هنا اللي هي اللي الاي دي، الاي دي بتاع اللي دي كيشته في متغير اسمه ماي اي دي. تعال نشوف ماي اي دي ده هيطلع ايه لو طلعناه في الكونسول. هقول له كونسول دوت لوج، تمام، وجوه كونسول دوت لوج هقول له ماي اي دي. لما ادوس عليها المفروض الكونسول هنا يطلع لي الاي دي بتاع التاب اللي انا هدوس عليها. طيب تعال نشوف الكلام ده صح ولا غلط. افتح الانسبكت، افتح الكونسول فاضي، ادوس على السيرفيس جاب لي تاب 2، ادوس على الاباوت تاب 3، ادوس على الكونتاكت تاب 4، ادوس على الهوم تاب 1. حلو، يبقى انا كده كيشت التاب، كيشت الاي دي الخاص باللي اللي انا بدوس عليها في متغير اسمه ماي اي دي عشان ابدا بقى استخدمه في مكان تاني. طيب كويس جدا لحد هنا كده، كويس جدا. ندخل على اللي هي ان انا اعمل اكتف للي اللي انا هدوس عليها والباقيين يتحولوا للون مختلف. طيب هقول له this، انا دلوقتي لما ادوس هقول له this اللي هي اللي دي اعمل فيها ايه؟ ريموف كلاس، هشيل منها الكلاس. كلاس ايه اللي هشيله؟ اللي هو inactive. طيب ليه انا اشيل كلاس inactive ده؟ يعني حد يقول لي ليه اشيله؟ خلينا بس ايه نقفل الكود عشان ما يجيبش الخط الاحمر ده. اقول له dot this dot remove class inactive. طيب يعني ايه remove class inactive؟ تعالوا نشوف الكلام ده قبل ما اعمل اي حاجة. لو دوست هنا يحصل ايه؟ شايفين عمل ايه؟ شال الكلاس اللي اسمه inactive اللي هو بيخلي اللي لونها 3 سي اللي احنا عاملينه. شايفين اللي هو الكلاس ان اكتف ده؟ بصوا لما ادوس هيحصل ايه؟ شاله. شايفين اتشال. معنى كده ان انا لما ادوس على اللي هيشل منها الكلاس الان اكتف ويسيبها لي اكتف اللي هو اللون الاصلي اللي هو 3 اي دوت. تمام لحد كده الموضوع واضح اهو. لو دوست هنا هيعملها لي اهي، لكن انا عايزه بعد ما يعملها يروح مخلي لي التانيين يتحولوا بقى للون اللي هو العادي اللي هو السي اللي هو 3 سي ده عشان هما مش اكتف. طيب هستخدم ايه هنا عشان اعمل الكلام ده؟ هستخدم الدوت سيبلينجز. السيبلينجز اللي هي الاشقاء واتكلمنا عنها طبعا قبل كده في كورس الجي كويري. طيب انا قلت له اول ما ادوس شيل لي كلاس ان اكتف وبعدين السيبلينجز اللي هم الاشقاء اللي هم اللي الباقيين اد كلاس، هحط لهم كلاس اللي هو ان اكتف. يعني بقول له شيله من عندي حطه على اللي جنبي على الاخوات اللي هم معايا في نفس اليو ال. طيب بسيط الموضوع جدا، ادوس هنا شال من عندي حطه على الباقيين، ادوس على اباوت لاحظوا شاله من اباوت حطه على الباقيين، ادوس على الكونتاكت شاله من كونتاكت حطه على الباقيين. واضح الموضوع اهو. تمام لحد دلوقتي عرفنا النقطه دي وعرفنا ان انا ازاي اشيل الكلاس من عندي احطه على التانيين عشان يبقى الموضوع بسيط جدا. طيب بعدين هاجي هنا هقول له هقول له على الماي كونتينر، ماي كونتينر الماي كونتينر ديف، تمام دوت ماي كونتينر ديف، هقول له دوت هايت. جميع الديفات اول ما ادوس جميع الديفات اللي في الصفحه اخفيها لي. ريلود او دوست خفى لي كل الديفات، كل كليك من هنا هيخفي لي كل الديفات الاربعه دول. شايفين ديسبلاي نان ديسبلاي نان ديسبلاي نان ديسبلاي نان. طب انا ليه خفيتهم؟ عشان بعد ما اخفيهم هخليه يظهر لي واحد منهم بس اللي هو يخص اللي انا دوست عليها دي، فلازم اي كليك هنا يخفي كل الديفات. تمام طيب دلوقتي خلاص لحد دلوقتي وصلنا هنيجي عند اصعب جزء اللي هو فيه الخلاصه. تمام وهو سطر واحد بس قبل ما اعمله تعالوا نعمل كومنت يعرفنا احنا بنتكلم عن ايه. الكومنت ده var my id بيساوي this attribute id، هقول له هنا get the clicked لي اي دي. يعني انا هنا بقول له اللي انا هدوس عليها جيب لي الاي دي بتاعها في المتغير ده اهو and cache it in my id
valuable. كتبت انا كومنت يوضح الموضوع شويه، ان انا قلت له جيب لي الاي دي بتاع اللي انا دوست عليها وكيشه لي في فاريبل اسمه ماي اي دي. واضح الموضوع. اوكي نيجي هنا هقول له ريموف كلاس ان اكتف فروم كليكد لينك او كليكد لي اند اد ات تو اذر لي ان ذا سيم يو ال. ببساطه شل الكلاس اللي اسمه ان اكتف من اللينك اللي انا هدوس عليه وحطه لي على الاشقاء اللي هم اللي التانيين. لحد دلوقتي تمام برضو واضح ان شاء الله ما فيهوش اي حاجه صعبه. هنا هقول له هايد اول ديفز وين كليك اون ذا ال اي. اول ما ادوس على ال اي شيل لي كل الديفات. لحد كده في حاجه صعبه؟ باذن الله لحد كده ما فيش اي شيء صعب. نيجي بقى للكود اللي هو فيه خلاصه الموضوع. هقول له شباك هنا اللي هو الاي دي بتاعي. شباك عايز اجيب انا الاي دي الخاص باللي هو الديف اللي انا هشتغل عليه. لو انا جيت هنا وقلت له شباك مثلا علامه زائد خاصه بالجافا سكريبت واقول له ماي اي دي، ماي اي دي بس اللي هي المتغير اللي انا كيشته فوق، يعني هقول له شباك وبعديه كلمه ماي اي دي اللي هو الاي دي الخاص بالاتريبيوت الاي دي الخاص باللي اللي انا بدوس عليها، صح؟ طيب تعالوا نشوفه في الكونسول لوج هيطلع ايه. هاخد ده كده زي ما هو واقول له كونسول دوت لوج تمام واحطه هنا بالشكل ده شباك داش ماي اي دي. يعني لما ادوس هنا هيطلع لي شباك وبعدها كلمه وبعدها اللي هو الاي دي بتاع اللي انا هدوس عليها. طيب ندوس كليك ونشوف ريلود روح على الكونسول وادوس تمام. شايفين جاب لي لي شباك تاب 4، حط لي شباك تاب 4 هو ده اللي انا عايزه، شباك وبعديه تاب 4 اللي هو اللينك ده، ده تاب 4. طب ده تاب 3، ده تاب 2، ده تاب 1. حلو جدا. يعني معنى كده ان الكود ده اللي قدامي جاب لي كلمه شباك زائد تاب اللي هو رقم التاب اللي فوق. حلو جدا. يبقى انا كده عرفت يا جماعه هنا ازاي اجيب اسم التاب اللي هو هعتمد عليه عشان اظهر الديف. طب الديف هنا مش مكتوب عليه تاب 1 مثلا. لو انا جيت دلوقتي خليته كتب لي تاب 1، ينفع ده تاب 1 وده تاب 1؟ ما ينفعش، ما ينفعش اتنين اي دي في نفس الصفحه، لازم ده يكون مختلف. حلو، ده مختلف عنه في ايه؟ مكتوب عليه زياده كلمه داش كونتنت. طب بسيطه جدا، هاجي هنا واروح اعمل له علامه زائد ثانيه عشان اضيف حاجه جديده، واروح هنا دبل كوتس واكتب داش كونتنت. لحد هنا شايفين عمل ايه؟ كده لو انا دوست عليه هيجيب لي شباك بعديه كلمة تاب 1 او تاب 2 حسب اللينك، بعديه كلمة داش كونتنت. كده انا جبت الاي دي بتاع الديف اللي انا عايز اظهره. طيب تعالوا نشوف الكلام ده. هاخد نفس اللي انتوا شايفينه ده كده زي ما هو هحطه في الكونسول لوج عشان اشوف شكله قبل ما اعمل بيه اي حاجة. اهو تعالوا نشوف ريلود. لو دوست على اول واحد شايفين شباك تاب 1 داش كونتنت، مش هو ده الاي دي بتاع الديف اللي احنا عايزينه؟ اه هو الاي دي. بسيط جدا كده، انا من اللينك نفسها عرفت اجيب التاب بتاع الاي دي المرتبط بيها من اسمها بس. اهو شايفين تمام جدا. هرجع بقى تاني للكود، عرفت انا خلاص كده المطلوب، مش محتاج منهم حاجه. عملت سيلكت انا كده على الديف اللي هو انا هشتغل عليه. يبقى معنى كده لما ادوس على الاي دي ده، اما ادوس على رقم 1 شيك جبت انا كده الاي دي بتاع 1 اهو اللي هو الديف الخاص بيه. طيب اجي هنا عرفت انا الديف الخاص بيه، هقول له دوت فيد ان مثلا دوت فيد ان، والوقت وقت الفيد اخليه 1000. بكل بساطه كده جبت الديف اللي هو الخاص بالاي دي، عملت سيلكت على الاي دي وقلت له فيد ان، اعمل له فيد ان بعد ما يخفي كله يعمل لي فيد ان للاي دي المرتبط باللي دي. تعالوا نشوف ريلود سيرفيس. شايفين اباوت اهو كونتاكت هوم وبس خلص الموضوع. ان شاء الله سهل وباذن الله ما يكونش معقد عليكم. وهكتب اخر كومنت هناك عشان برضو يكون واضح. اهو سيرفيس شايفين بيجيب لي التاب، كل واحد يجيب لي التاب المختص بيه لانه جابه من الاي دي بتاعه. اروح عامل هنا كومنت بسيط جدا واكتب عليه جيت ذا اي دي فروم ذا سيم ال اي اي دي اند اد، هقول له اد داش كونتنت
ان انا هزود على الاي دي كلمه داش كونتين وازود قبليه الشباك. يعني معنى كده لما اجيب الاي دي من هنا، جبت انا الاي دي من هنا اهو وحطيت قبليه شباك وحطيت بعديه كلمه داش كونتنت، بس علشان يبقوا زي دول بالظبط. يعني تاب 1 اهو جبته انا من الليست اللي انا دوست عليها، اصبح اهو بس فاضل له كلمه، فاضل له كلمه داش كونتنت، اروح ضايفها انا بنفسي في كود الجي كويري داش كونتنت، وفضل ان انا احط قبليه شباك عشان اعرف اعمل سيلكت عليه بالجي كويري واعمل فيه اكشن معينه. تمام، رحت حاطط قبليه شباك اهي، تمام، اصبح شباك وتاب 1 وحطيت بعديه كلمه داش كونتنت عشان كده ابقى عملت عليه سيلكت بالظبط واصبح سليم. وبعد ما اعمل له سيلكت اقول له فيد ان او اي تاثير انا محتاج اعمله، وعدد الثواني برده براحتي اعمل فيه اللي انا عايزه اهو مثلا، ما عنديش مشكله في الكلام ده كله، اقدر اعمل كل اللي انا محتاجه ما دام انا خلاص عملت عليه سيلكت واصبح الموضوع واضح. اتمنى يا جماعه من الله باذن الله يكون الموضوع سهل وبسيط وما يكونش معقد، ودي اسهل طريقه في الدنيا ممكن تعمل بيها التاب الخاص بالجي كويري بدون تعقيدات وبسهوله جدا. وممكن الكود نختصره برضو عن كده، بس هيكون معقد شويه لو اختصرناه عن كده، يعني هيكون هندخل في عمليه صعبه اكتر من دي، هنوفر في الكود سطر واحد بس هيكون معقد اكتر في الفهم. لكن كده ان شاء الله بالكومنت زي ما انتم شايفين تاب معمول باربع سطور فقط، وكليك على اللي واربع سطور ينفذوا لك التاب اللي هو ناس كتير كانت خايفه تعمله وشايفه ان هو صعب، واديكوا شفتوا باذن الله هو سهل جدا مفيهوش اي مشاكل، وتقدر تبدع فيه وتقدر تغير في الالوان وتعمل اللي انت عايزه. اتمنى من الله ان شاء الله ان يكون الموضوع سهل، واشوفكم في درس جديد من دروس الجي كويري، وشكرا.